لمناقشة ذلك معنا من اسطنبول الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، مرحبا بك. إذا هل نحن أمام وضع اللمسات النهائية على تكوين هذه الحكومة في لبنان؟ نعم صحيح، يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، لكن هناك كثير من اللغط الإعلامي وكثير من طرح الأسماء. من هو الوزير الذي سيمثل النواب السنة الستة؟ لأن الاسم بحد ذاته يحمل العديد من الدلالات. هناك اسم مطروح هو اسم جواد عدرا، وهو تقريبا لم يتم تسميته من خمسة من هؤلاء النواب، يعني أنها قد تكون محاولة للالتفاف على مطلبهم. وفيما لو لم يتم ذلك وتم تسمية أحدهم أو تم اختيار شخص هم قاموا بتسميته، هذا يعني أنهم تمكنوا ومن خلفهم حزب الله من فرض شروطهم على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. بالتالي نحن بانتظار الاسم، اسم احد النواب السته، اسم الوزير الذي يمثل النواب السته، لنفهم هل فعلا هم تمكنوا من فرض وجهه نظرهم بدعم حزب الله، ام ان فعلا حزب الله تخلى عنهم وهناك مخرج شكلي سيقوم بتسميه وزير سني من حصه رئيس الجمهوريه، وهي حصه مقرره مسبقا. تم اعلامين انه يمثلهم، فيما لن تكون امور اكثر من وزير سني من حصه رئيس الجمهوريه. ولكن يعني 6 أشهر مضت على الانتخابات البرلمانيه اللبنانيه ولم تتالف هذه الحكومه حتى الان، ما اسباب هذه العرقله؟ يعني بصراحه اللبنانيون، وهذا هو الاخطر، انهم اعتادوا على حاله الفراغ السياسي. هذه ليست اول حاله فراغ تحصل في لبنان، نحن كنا امام حاله فراغ رئاسي قبل ذلك وحالة تمديد مزدوج لمجلس النواب، وقبلها حالة فراغ حكومي، وقبلها حالة فراغ حكومي ثالثة. يعني نحن في السنوات 13 الأخيرة عانينا كثيرا من حالات الفراغ السياسي، سواء فراغ رئاسي أو فراغ برلماني أو فراغ حكومي، وبالتالي أصبح هذا النوع كنوع من النمط السياسي اللبناني، وأحد علامات ربما فشل ما يعرف بالديمقراطية التوافقية في لبنان، التي تمكن أي طرف من تعطيل تشكيل حكومة وتعطيل سير بلد لأجل مطالب صغيرة، ويصبح عملية تشكيل حكومة تستدعي إرضاء ربما أكثر من 10 أطراف محليين. يعني هذا يتناقض مع جوهر الديمقراطية بطبيعتها، لكن للأسف بدعة الديمقراطية التوافقية في لبنان تفقد هذا النوع من السياسة التي أدت في النهاية إلى هذا النوع من التعطيل الذي يشل البلد تقريبا منذ 10 سنوات. الآن الخلاف يتمثل بشأن الوزير السني المقدم من قبل ميليشيا حزب الله، هل تعتقد أن حزب الله نجح بتمريره؟ يعني كما أشرت في بداية المداخلة، الموضوع مرتبط بمن هو الشخص. لو ثبت ان جواد عدرا هو الاسم المطروح، اظن ان جواد عدرا هو ليس من المحسوبين لا على حزب الله ولا على غيره، وهذا يعني ان هذا مجرد مخرج شكل لحزب الله وللنواب. اما لو فرض اسماء اخرى، فهذا يعني لو فرض اسم اخر ممثل عن جمعيات المشاريع مثلا، فهذا يعني ان فعلا حزب الله انتصر وتمكن من تمرير شروطه. نحن بانتظار ان نعرف ما هو الاسم النهائي، ولا يزال الجدل السياسي كبير، لكن يرجح ان يكون جواد عدرا هو وماذا عن وزير الصحة الجديد جميل؟ نعم، ماذا عن وزير الصحة الجديد جميل جبق؟ لا تزال الأسماء غير محددة تماما 100%، وبالتالي نحن بانتظار من سيسمى نهاية لهذا الموضوع. طيب، ولا ننسى أن الموضوع مرتبط بشكل أساسي بالتطور الإقليمي، يعني تأخير الحكومة هذه المرة هو كان مرتبط بمعرفة رد الفعل الإيراني على العقوبات الأمريكية عليها. وأيضا امبارح تفاجأنا، عفوا، هناك أزمة بشأن المقعد المسيحي بين القوات اللبنانية وحزب الطشناق. لكن أظن أن هذا الموضوع يتجه إلى حل، قضية حزب الطشناق قد تتجه إلى حل فيما لم يكن هناك قرار إقليمي بتضخيمها لأجل حل. أظن أن حزب القوات قدم مقترح أن يكون وزيره الأرمني وزير دولة، فيما تكون وزارة الدولة وزارة الحقيبة لحزب الطشنق. أظن هناك مخرج. العقدة الرئيسية الآن هي في الوزارة السنية، وكما كنت أشرت لك أن الموضوع هو إقليمي، وربما القرار المفاجئ بالانسحاب الأمريكي من سوريا ربما سيفرض حلول الساعات الأخيرة في لبنان، كون العائلة اللبنانية دائما هي على الساحة السورية وعلى ملف العقوبات الإيرانية.
ربما التغير الأخير الذي حصل البارحة سينعكس بشكل أو بآخر على عملية تشكيل الحكومة إذن في الخلاصة سيد عبد الرحمن، في إذا أعلنت الحكومة في غضون يومين حسب ما قال وزير الخارجية جبران باسيل، كيف سيكون أداؤها مع هذه الأزمات المثقلة بها البلاد؟ عمليا حكومة تشكل في 6 أشهر، لا أظن أن الحكومة قادرة على تقديم شيء جديد. لا يزال لبنان أسير الأجهزة الخارجية، لا يزال لبنان حتى الآن غير قادر على الخوض في قرار سيادي مستقل على المستوى السياسي. كذلك لبنان الآن أمام تحديات كبيرة، لا تزال الأزمة السورية، يعني الانسحاب الأمريكي من سوريا قد يعني أن لا حل سياسي للأزمة في سوريا، وكذلك هناك تهديدات إسرائيلية بشن حرب. فأنا أظن أن الحكومة المقبلة هي أمام صعوبات كبيرة جدا، أضف لذلك يعني الوضع الاقتصادي السيء جدا في لبنان، تنامي الدين العام ومشاكل إضافية كثيرة، وأنا أظن أن التحديات عليها كبيرة جدا، من الصعب أحلها، وربما ستكون حكومة أزمات متتالية شبيهة ربما بالحكومات السابقة. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب الصحفي اللبناني سيد عبد الرحمن صلاح الدين.